اهلا وسهلا البنات، كي راكم؟ مرحبا بكم معايا اليوم. جيتكم وصفه الصاب اللي يجي بمقادير مضبوطه واقتصاديه، جد اقتصاديه. صابلي بالماء يجي ما شاء الله. ما تستغربوش من هذه الفكره، مي جربوها البنات ورجعوا لي في لي كومونتير. هذا الصابلي يجي يذوب في الفم ويجي ما شاء الله، ويجي يقطع لك كميه مليحه. اذا عجبكم لا فيديو البنات، ما تنسانيش بالجامل لا فيديو والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس، وبارطاجوا الاحباب باش تعم الفائده. فرجه ممتعه. نبدأ بسم الله. عندنا هنايا 250 غرام تاع مارغرين تكون بدرجه حراره المطبخ. عندي هنايا كاس سكر كريستاليزي، سكر احرش عادي. نزيد معاه هنايا كاس غير ربع تاع الزيت، كاس غير ربع تاع الزيت، ونص كاس تاع الماء يكون ما بارد ما دافي عادي، ومغرفه صغيره تاع لافاني. نخلط هذه المكونات، من الاحسن بالباتير باسكو عندنا هنايا السكر كريستاليزي، لازم يذوب لنا مع هذاك الزبدة تاعنا والزيت حتى يولي كريمي. بعد ما رجع الخليط تاعي كريمي كيما كنتو تشوفوا البنات، نتحصلوا على كريمة. نزيدوا لافارين تاعنا تدريجيا كيما كنتو تشوفوا البنات، ونزيدوا معها كيس خميرة كيميائية. فوالا هنايا دخلت لي واحد ربع كيسان تاع لافارين، نقولوا تقريبا كيلو قل كاس. تحصلت على العجينه، لازم تكون طريه البنات، ما تنشفوهاش باسكو الصاب اللي كي نشفوه ما يجيناش على حبه، ولا فوم تاعه راه يدعنا. وانا بعد ما تحصلنا على هاد العجينه طريه بالاستعانه بكيس بلاستيكي نفتحوها. درنا واحد من الاسفل واحد من الجهه العليا، ونفتحوه بالحلال هكا. بعد ما فتحناها نطبعوها بالطابع اللي يكون عندكم البنات، ولا المول اللي تختاروه. مثلا انا غادي نطبعها بهذا الطابع، شكل قلوب ولا شكل هذا الاوفال، يجي شباب بزاف. فوالا البنات، الكاطو تاعنا دخلته لو فوغ على درجه حراره 180 درجه، شعلته من التحت. كي دالي هذيك التحميره من التحت عاود شعلت عليه من الفوق، كيما راكم تشوفوا جعلها حبه واحده وما تغيرش الشكل تاعها. درت عده اشكال هنايا، هنا راني ديكوري الكاطو تاعي. الديكور على حسب الذوق تاعكم البنات. انايا غادي ديكور هنايا بالكونفيتير، حبات بالكونفيتير بالسكر غلاس، المهم الديكور على حسب الذوق تاعكم. وحبيت راح نديرهم بالشوكولا اتختيني، وانتم على حسب الذوق تاعكم البنات. انا بغيت ننوع فقط بهذه الطريقه. قطع لي البنات 45 حبه حتى 46 حبه، والحجم تاعهم متوسط، وكيما كتشوفوا تشوفوا كاين اللي كبير كاين اللي متوسط، وانتم والمول اللي غادي تستعملوه. فوالا البنات، الصابلي تاعنا راه وجد لنا كيما شفتوني. كاين اللي حشيته بالمعجون، معجون المشمش جا ما شاء الله. انا خليته سامبل كيما كتشوفوا، كاين اللي خليته سامبل، كاين اللي درت له شويه تاع الشوكولا زيكزاك كيما كتشوفوا، دوب شوكولا اتختيني ما كانتش عندي تاع الطابله، مي جات تهبل، جات ما شاء الله. هذا حشيته بالدوكوجيل فخاس كيما كتشوفوا، تاني جاي يهبل، وهذا بالشوكولا اتختيني وديكوريته بهاد العقاش تاع الشوكولا، وهذا تاني حشيته بالكونفيتير وديكوريته بالشوكولا اتختيني. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم، والوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، وتجربوها ان شاء الله وتنجحوا فيها. مع السلامه، تهلاو في رواحكم.